الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي طلاب الصف الخامس، أهلاً ومرحباً بكم في الجزء الثاني من درس اهتمام الإسلام بالرياضة، مجال الآداب والأخلاق الإسلامية. أبنائي الطلاب، في بداية الدرس ندعو الله أن يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أبنائي الطلاب، برأيكم ماذا تتوقعون من أهداف لدرسنا اليوم؟ فكروا جيداً. أحسنتم! يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على أن أولاً يعدد فوائد الرياضة الصحية، وثانياً يميز فوائد الرياضة الاجتماعية. فهيا بنا نتعاون ونشارك ونركز جيداً لنحقق هذه الأهداف. أبنائي الطلاب، درسنا وتعلمنا في الجزء الأول من الدرس أولاً بعض الرياضات التي انتشرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وثانياً بعض الرياضات التي انتشرت في العصر الحديث. فهيا بنا نتذكر ونراجع ما درسناه. هل أنتم مستعدون؟ أحسنتم! إذن هيا بنا. أبنائي الطلاب، فكروا جيدا ثم أجيبوا عن الأسئلة الآتية. من يقرأ ويجيب عن السؤال الأول؟ عدد أنواع الرياضات التي انتشرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من يجيب؟ ما شاء الله، تفضل، ولكن اذكر واحدة فقط. أحسنت! من الرياضات التي كانت على عهد النبي أولاً الرماية. من يذكر نوعاً آخر من أنواع الرياضات التي كانت على عهد النبي؟ تفضل! أحسنت! المصارعة. من يذكر نوعاً آخر؟ تفضل! رائع جداً! ما شاء الله! العدو أو الجري أو السباق. من يذكر لنا نوعاً آخر من أنواع الرياضات التي انتشرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل! أحسنت! المبارزة بالسلاح. ما شاء الله تبارك الله، دمتم متميزين أبناء الطلاب، مشاركات متميزة. من يقرأ ويجيب عن السؤال الثاني؟ اذكر اثنين من الرياضات في العصر الحديث. من يجيب؟ تفضل، ولكن اجتهد أن تجيب بطريقة صحيحة ولا تتسرع أثناء الإجابة. أحسنت! رائع جداً! من الرياضات التي انتشرت في العصر الحديث أولاً كرة القدم، وثانياً تنس الطاولة. ما شاء الله، دمت متميزاً ابن الطالب. والآن أبناء الطلاب، قوموا بإيقاف الفيديو وفتح كتاب التربية الإسلامية صفحة 71 واقرأوا الفقرة المتعلقة بفوائد الرياضة الصحية، ولا تتعجلوا أثناء القراءة، واستنبطوا منها فوائد الرياضة الصحية
واستعدوا للإجابة عن السؤال التالي: هل انتهيتم من القراءة؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن من يعدد فوائد الرياضة الصحية؟ من يشارك؟ ما شاء الله، كلكم تريدون المشاركة؟ ما شاء الله تبارك الله. إذن كل منا يشارك ويذكر واحدة من فوائد الرياضة الصحية أنها، تفضل، أحسنت، تبني الجسم. من يذكر فائدة ثانية؟ تفضل، ولكن لا تتسرع أثناء الإجابة. أحسنت، رائع جدا، تنشط الدورة الدموية. من يذكر فائدة ثالثة؟ من يشارك؟ تفضل، أحسنت، تقضي على السمنة. من يذكر لنا فائدة رابعة؟ تفضل، رائع، أحسنت، دمت متميزا، تقوي العضلات. من يذكر لنا فائدة خامسة؟ من يشارك؟ تفضل، أحسنت. من فوائد الرياضة الصحية أنها تنمي العقل. من يذكر لنا فائدة سادسة وأخيرة؟ تفضل، أحسنت، رائع جدا، ما شاء الله، تبعث النشاط والحيوية. ما شاء الله تبارك الله، دمتم متميزين جميعا أبناء الطلاب، مشاركتكم متميزة. والآن أبناء الطلاب، بعد أن تعرفنا على فوائد الرياضة الصحية، من يقرأ ويجيب عن السؤال التالي؟ تفضل، ولكن اجتهد أن تجيب بطريقة صحيحة ولا تتسرع أثناء الإجابة. أحسنت، إجابة صحيحة من فوائد الرياضة الصحية أنها تنشط الدورة الدموية وتنمي العقل. ما شاء الله، دمت متميزا ابن الطالب. الآن أبناء الطلاب، نسجل الإجابة بالكتاب المدرسي صفحة 76. هل انتهيتم؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. أحبائي الطلاب، بعد أن تعرفنا على فوائد الرياضة الصحية، برأيكم هل للرياضة فوائد اجتماعية؟ فكروا جيدا. أحسنتم، بالفعل للرياضة فوائد اجتماعية مهمة، هيا بنا نتعرف عليها. من فوائد الرياضة الاجتماعية أنها تعودنا على الالتزام بالنظام وإدارة الوقت، كما أنها تملأ أوقات الفراغ بما يفيد، كما أنها تعلمنا المبادرة والمشاركة والتعاون. إذن نلخص فوائد الرياضة الاجتماعية في أنها تعود المؤمن على الالتزام بالنظام وإدارة الوقت، كما أنها تملأ أوقات الفراغ بما يفيد، فالمسلم يمارس في أوقات فراغه ما يحب من أنواع الرياضات التي من شأنها أن تجعل الجسم قوياً وصحياً، كما أن الرياضة أبناء الطلاب تغرس فينا روح المبادرة والمشاركة، وتعلمنا
التعاون مع الجميع. أحسنتم أبناء الطلاب. أبناء الطلاب، بعد أن تعرفنا على فوائد الرياضة الاجتماعية، من يقرأ ويجيب عن السؤال التالي؟ تفضل. من فوائد الرياضة الاجتماعية أنها، أحسنت، رائع جدا، تعودنا على الالتزام بالنظام وإدارة الوقت، وكذلك تملأ أوقات الفراغ بما يفيد. والآن أبناء الطلاب، هيا بنا نقيم أنفسنا فيما تعلمناه اليوم ونلخص الدرس من خلال الأسئلة الآتية. أبناء الطلاب، من يعدد فوائد الرياضة الصحية؟ ما شاء الله تبارك الله، كلكم تريدون المشاركة؟ إذن كل منا يذكر واحدة. من فوائد الرياضة الصحية أنها، من يشارك؟ تفضل. أحسنت، تنشط الدورة الدموية. من يذكر لنا فائدة أخرى من فوائد الرياضة الصحية؟ تفضل، ولكن ركز جيدا قبل أن تجيب. أحسنت، تقضي على السمنة. من يذكر لنا فائدة ثالثة من فوائد الرياضة الصحية؟ تفضل. رائع، ما شاء الله تبارك الله، من فوائد الرياضة الصحية أنها تنمي العقل. بوركتم أبناء الطلاب. من يعدد لنا فوائد الرياضة الاجتماعية؟ من يبدأ ويشارك؟ تفضل. أحسنت، رائع جدا، من فوائد الرياضة الاجتماعية أنها تعودنا على الالتزام بالنظام وإدارة الوقت. من يذكر لنا فائدة ثانية من فوائد الرياضة الاجتماعية؟ تفضل. أحسنت، رائع جدا، من فوائد الرياضة الاجتماعية أنها تغرس فينا روح المبادرة والمشاركة والتعاون. من يذكر لنا فائدة ثالثة من فوائد الرياضة الاجتماعية؟ تفضل. أحسنت، رائع جدا، من فوائد الرياضة الاجتماعية أنها تملأ أوقات الفراغ بما يفيد. والآن أبناء الطلاب، قوموا بفتح كتاب التربية الإسلامية صفحة 74 ودونوا فوائد الرياضة الصحية والاجتماعية، ولكن اجتهدوا ألا تتسرعوا أثناء الكتابة وأن تكتبوا بطريقة صحيحة. هل انتهيتم أبناء الطلاب؟ أحسنتم وبارك الله فيكم. وهنا أبناء الطلاب، نذكر بالقيمة التربوية لدرس اليوم، وهي ممارسة الرياضة. فكما اتفقنا في الجزء السابق من الدرس أن نجدد النية ويمارس كل منا الرياضة التي يحبها، نذكر ونذكر ونوصي في هذا الجزء ألا نمل من ممارسة الرياضة، ونشجع بعضنا على ممارستها لنستفيد من فوائدها الصحية والاجتماعية. فكما ترون من المقترحات أن نشارك وننضم إلى أحد النوادي الرياضية في الدولة ونختار الرياضة التي تناسبنا، بل ونحث إخوتنا
وأقاربنا وأصدقاؤنا على التسجيل ونذكرهم بما تعلمناه في هذا الدرس. أبناء الطلاب، ختاماً اعلموا أن مذاكرتكم لدروسكم أولاً بأول، وقيامكم بحل الواجبات وإبداء الرأي في المناقشات المرفقة سبب من أسباب التميز والتفوق، فاحرصوا على ذلك. إلى اللقاء مع الجزء الثالث من الدرس، أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.